السلام عليكم الطلاب، اليوم يعني المحاضرة الثالثة من مادة الأقلاقير اللي هي الجلايكوسايد. الجلايكوسايد اللي هي عبارة عن مركبات كيميائية طبيعية تتواجد بالنباتات والحيوانات. هي عبارة عن مركبات تكون طبيعية وكيميائية أورجانيك تتواجد وين؟ بالنباتات وبعض الحيوانات. هاي مركبات من أسوي لها هيدرولايسيس تحليل مائي راح تعطيني بارتين، تعطيني جزء هنا وجزء هنا. هذا جزء يكون سكري اسمه جلايكون، هذا جزء يكون غير سكري اسمه أجلايكون أر جينين. نعيد، هي عبارة عن مركبات كيميائية طبيعية ألقاها بالنباتات وبعض الحيوانات. من أحللها بالماء هيدرولايسيس راح تصير عندي تعطيني بارتين، جزئين، جزء سكري اللي هو جلايكون، جزء غير سكري اللي هو أجلايكون أو اسمه جنين، اسمه ثاني جنين، نحفظه 32. نجلس على فوائد الجلايكوسايد، نجلس على فوائد الجلايكوسيدك بالنباتات. الفوائد، أول فائدة ويست برودكت. شوفوا، بعض من المرات يكون نبات يعطي فضلات أوراق مثلا، مركبات فضلات يعني، فهاي الفضلات تفيدنا هنا، اسمها ويست برودكت. الدي توكسيفيكيشن مضاد للسموم، الجلور أوزموز ينظم لي الضغط التناظحي داخل الجسم داخل النباتات، العلاقة بالميتابوليزم اللي هي البناء الضوئي والهضم داخل جسم الإنسان، هو الديفنس فاكشن عملية دفاعية. شلون؟ اللي قلنا طعمه مر، فالنباتات ما تفضل تاكله، فيعتبر وظيفة دفاعية. شجر السيف اللي هو مصدر للشجر، يعني احنا قلنا يتكون من جزئين، جزء سكري وجزء غير سكري، فيعتبر مصدر للشجر. نعيد الوظائف، عندنا ويست برودكت يعني نبات يعطي فضلات، بس هاي فضلات تفيدنا. ديتوكسيفيكيشن مضاد للسموم، رجل الأوزموز ينظم الضغط الأوزموزي، يدخل بالميتابوليزم اللي هي بناء الضوء بالنباتات والهضم داخل جسم الإنسان. الديفنس فاكشن انه عملية دفاعية، انه طعمه مر بتر. وشجر السبب اللي هو مصدر للشجر، لان هو يتكون اصلا من الشجر، يتكون من جزئين شجر ونو شجر. هسه نجي على جلايكوسايد تايب. شوف، احنا مو قلنا عندنا جزء سكري غير سكري، حسب الرابطة راح حسب الشيء اللي بطيء راح نقسمها 4 انواع. اذا كان ان جلايكوسايد اللي هو ار ان اي، اما اذا كان S سلفر جلايكوسايد، إذا كان C كربون جلايكوسايد، إذا كان O جلايكوسايد اللي هو أكثر انتشار. نعيد، حسب الشيء اللي يربط لي الجزء السكري بغير سكري عندنا 4 أنواع. إذا كان نيتروجين N جلايكوسايد مثال RNA، إذا كان S سلفر، إذا كان كربون هو S، وإذا كان وأكثر شيء انتشارا اللي هو O يربط لي بيناتهم. بس نجي على الصفات الفيزيائية الكيميائية بصورة عامة. شوفوا، أغلبهم يكون كلرلس يعني ما تلون، يكون صولد صلبة أمورفس، ما له كلمة أمورفس، تتفاعل ويا البيس والأسيد. نون فوليت اللي هو ما عاد تست، ما بيها طعم. بس أكو بعض النباتات عندنا يصير إكسبريشن يعني استثناء للكلرلس، مثل من إنثراكوينون يكون ريد أو أورنج. نعيد، أول صفة تكون colorless ما بها أي لون، solid صلبة amorphous تتفاعل ويا الأسيد، تتفاعل ويا البيس، لأن يدخل بتركيبها الـ H والـ OH، تتفاعل ويا ثنائياتهم، ما بها طعم، ما بها يعني نكهة. وعندنا استثناء اللي هو الإنثراكوينون يكون لونه red or orange. شوف، عندنا الصفة الثانية إنه تعطيني positive reaction، تتفاعل ويا المولش والفينج reaction. لان الاثنين رياكشنات اما الكربوهيدرات، واضح، تعطيني تفاعل وياهن ورا. هاي كلش مهمة افتر هيدروليسيس، ورا ما احللها بالماء. ليش؟ لان يعني قبل لا احللها بالماء هي عبارة عن مركب واحد، ما اعتبر لا كربوهيدرات ولا اعتبر ليبيد ولا بروتين، بس من احللها بالماء راح تعطيني جزئين، قلنا جزء سكري اللي هو اصلا كربوهيدرات، وجزء غير سكري اللي هو من النبات. فهذا السكري هو يعطيني بوزيتيف رياكشن ويا المولش
فرق رياكشن اثنين حتى تفاعل بس تفهم وين مورش الفرق رياكشن ثاني ليش؟ لان هو اصلا يتكون من تركيب الكربون هيدروت اللي هو الشجر شكر بارت من عنده جزء سكري من عنده فشو يسوي؟ ورا ما حللنا يعطي تفاعل بوزيتيف ويا المولش والفرنج رياكشن سوربل يذوبين بالواتر والكحول والاسيتون اذن كلهن بولر سولفنت فيذوبين ذوب بولر سولفنت ما يذوب بالايثانول اللي هو ذيب غير قطبي عيد هو يذوب بالمي والكحول والاسيتون اللي ذي مذوبات قطبية ما يذوب بالايثر ليش؟ اللي هو ذيب غير قطبي راح تصير هيدروليسيت تتحلل بالاسيد بصورة اسرع هسه راح نحكي ليش بعد شوي نحكي ليش تتحلل بالاسيد بصورة اسرع او بصورة اكبر هسه عندنا مضاف اربعة اول شي تكون كالوريس سوليد اموفيس وما بيها طعم ونثكون يكون لونها احمر تتفاعل بالمارش والفانج رياكشن وانا ما سويتها تحلل بالماء كنت تذوب بين بالووتر والالكحول والاسيتون ذن كلها مذيبات قطبية وما تذوب بالايثر المذيب غير قطبي وصيرها تحلل عن طريق الاسيد بصورة اكبر هسه نجي على الكلاسيفيكيشن مالت من مال الجلايكوسايد الكلاسيفيكيشن قسمها عن طريق انه الجزء غير سكري شوف طلع اللي قلنا تكون من جزئين جزء غير سكري هذا وجزء سكري الجزء الغير سكري هو مسؤول عن الوظيفة العلاجية مثل القلب يسوي لي مقشع مدرر هاي السوالف الجزء الغير سكري هو المسؤول الجزء السكري وظيفته انه يساعد على ذوبان الجزء غير سكري يعني الجزء غير سكري هو عبارة عن مادة خام ما تذوب داخل الجسم اجي اضيفينها انا جزء سكري على مشينه على مود اذوبها داخل جسم الانسان هسه نحكي اقسمها حسب الكيميكال اجلاكون بارت اللي هو الغير سكري اللي هو الجينين اقسمها لمن الى عشر اقسام كادرو اكتف من اسمها الكاردياك نيثراكوينون سابونين فلافونويد كومارين اللي هو الكحول الدهايد ايزوثاي سينيت لان كلهم نحفظهم هناخذهم بالتدريج بالمادة هالمحاضرة هناخذ بس الكارديو اكتف وعندك الفينول وساينوفور لان كلهم انواع اللي هو كادرو اكتف انثراكوينوني سابونين فلويد الكحول الدهايد ايزو ساينيت لان كل هي انواع من الجلايكوسايد حسب الانشوجر بارت اللي هي الانشوجر بارت اللي هو جزء غير سكري نجي هسه على اول نوع اللي هو كاردييك جلايكوسايد كاردييك جلايكوسايد هي عباره عن مركبات الجزء الغير سكري الغير سكري مالته اللي تأثير عليه من الكاردياك مسكل مصل كاردياك مصل العضلة مالت القلب ايش يسوي؟ يسوي له تحفيز راح يزيد التون مالته شلون يزيد التون مالته؟ شوفوا القلب مو يسوي انقباض وانبساط فكل ما يسوي انقباض راح يعطي مثل التون مثل الإشارة فهو يقوي القلب راح يقوي ان الانقباض مالت القلب فذلك يزيد الدم اللي جاي يضخه القلب فيزيد التوصيل وزيد الكونتراستيفيتي اللي هي مالت الشغل العام مالت القلب فعالية مالت القلب كلها زيته انعيد هذا الجزء له اثر قوي على من الكاردياك مصل شو يسوي؟ يسوي تحفيز يزيد التور مالتها يزيد التوصيل مالتها عن طريق انه يزيد كمية الدم اللي يطلع من القلب ان انقباض مالت القلب يزيده ويزيد التوصيل مالته بس هسه نجي على الكاردياك جلايكوسايد اللي هو جزء سكري يتكون من 1 or 2 or 3 مونوسكرايد مونوسكرايد يتكون من 1 و 2 و 3 من الكربوهيدرات اللي هو المونوسكرايد مسوكنا السيميلر اللي هو نفس الشيء or different اللي هو مختلفات يتكون من 3 لوكوز لو يتكون من الجلوكوز وفركتوز ومنوز اما يكون من الشابات يكون مختلفات نفس الشيء عندنا هذا الشكل اللي هو الاكلا كومبارت اسمه مهم اللي هو السايكلو بنتا في سايكلو بنتا في نيثرين هذا جدا مهم اللي هو سايكلو بنتا بير هيدروكسي في نيثرين هاي مهم اسمه يعني لك شنو الجزء المسؤول عن
الشغل مالت الكارديك جلايكوسايد، كل هذا المركب اللي هو السايكلو بنتا فيني ثرين، جدا مهم هذا المركب. هسه نجي خلاص معناته ايش اقول لك، هذا جزء غير سكري، هذا جزء غير سكري، انا احتاج جزء سكري وين راح يرتبط؟ عندنا ثلاث احتمالات للربط، اما هنا اما هنا اما هنا، اما الثالث 14 و17 من الاماكن اللي يرتبط بها جزء سكري باللا سكري، يرتبط به انا مودي كمان لي الدرج اللي هو العلاج. هسه قلنا الجلوكوم بارت جزء سكري راح يرتبط بالثالث كربون، الجلوكوم مثل ما قلنا ثلاث اماكن هو الثالث وال14 وال17. هسه نجي اقول لك شلون احول سترويد الى ماده خام الى علاج كارديو دراج، يعني شلون احولها من ماده خام الى كارديو دراج، هي عباره عن جزء لا سكري فاحولها نضيف له جزء سكري، فش اقول له؟ اقول له اضيف له الفا بيتا مركب لاكتون، لاكتون عباره عن سكر، اضيف له الموقع 17، من راح اضيف له لاكتون موقع 17 راح يحول لي من ماده خام الى كارديو دراج اكتف، يعني علاج للقلب. والغياب مالت اللاكتون الجزء السكري راح يحول لي اياه الى جزء او الى مركب غير فعال، يعني هسه من اخذ انا المادة الخام بس اللاسكرية ما لها شغل داخل جسمي الا وياها السكر، انا مو اقدر اذوبها داخل جسمي، فايد انا مود احول المركب من مادة خام الى دراج الى الى علاج، راح اضيف له اضيف له الفا بيتا انساتشوريتد لاكتون، اضيف له سكر بالموقع 17، هذا شو راح يحوله؟ راح يحوله الى كادرو اكتيف دراج، يعني الى من الى علاج لوكال. وهسه وصلنا هسه وصلنا الموضوع انه اذا اريد اكثر فعاليه من الاكتيفيتي مالت الكادرو اكتيف دراج اضيف له او اتش كربون 14، هذا شو راح يسوي؟ راح يخليه اسرع و يعني شغل ما تصير اسرع بالجسم. زين ليش؟ شوفوا وسط المعدة حامضي، من اضيف له او اتش شو راح يصير؟ العلاج قاعدي فيذوب بسرعة داخل المعدة داخل الجهاز الهضمي الانسان، فانه شغل بشكل اسرع يشتغل. اما اذا اضفت له اتش شو راح يصير؟ ان اكتف او لس اكتف، حيقل الفعالية مالته. عيد اذا اريد ازيد الفعاليه اضيف له او اتش، ليش؟ لان جهاز الهضم داخل جسم الانسان شنو هو؟ هو عباره عن او اتش، قصدي عباره عن اتش اسيد، فمن اضيف له او اتش راح يتحول بيس، فالبيس راح يذوب بسرعه بالاسيد ويتفكك ويشتغل بسرعه. اما اضيف له اتش اللي هو الاسيد نفس الشيء راح يقلل يصير ليس اكتف او يقلل الاكتف مالته. عندنا هسه مصطلحات سيس والترانس، يمكن تكون مركب سيس يمكن تكون مركب ترانس. يكون مركب سيس من كل التفرعات يكون على سطح واحد على مستوى واحد هيك، هذا سيس. اما اذا كان هيك مختلفات يعني ما على مستوى واحد شوفوا اسمه ترانس. نحفظ احنا اذا اي بي كان سيس، اذا بي سي ترانس، اذا سي دي سيس. اي سيس بيكون على مستوى واحد، ترانس بيكون على اكثر من مستوى، اي بي سيس، بي سي ترانس، وسي دي سيس. عندنا هسه الشوكر بارت راح يرتبط له بغير السكر قلنا عن طريق الكربون الثالث بيتا، هذا راح يزيد الامتصاص والتوزيع داخل جسم الانسان مثل ما قلنا. شو راح استخدم؟ راح استخدم الجلوكوز والديكتوز والرومنوز، هذني ثلاث امثله علاش استخدم الجزء السكري ويا الكارديك، الجلوكوز والرومنوز والديكتوز، لان هم ثلاث. يجي هسه حسب الجزء السكر راح اضيفه، عندنا اثنين كاردينوليد والبوفانوليد. كاردينوليد هذا يقول لك سي 23 يكون من 23 ذره، هسه نجي نحسبهم، يقول لك يرتبط لي جزء سكري خماسي مو مشبع لاكتون بالجزء اللاسكري. هسه نجي نحسب، هو قلنا اتفقنا انه 17 ذره الجزء اللاسكري، شوفوا 1 2 3 4 5 6 17 زائد 6 23، هو سي 23. اضيف لي
جزيء سكري خماسي مو مشبع اللي هو اللاكتوز، مثل من مثل الجيتارس عيد كادينوليد يمتلكون يكون من كربون اللي هو اول عنصر الجلايكوسايد تكون النية 123 ذره، هو عد 17 سكري و6 سكري، شو 6 يصير 7 مثل ما اتفقنا، 1 2 3 4 5 6 صارت 6 ذرات عندنا من السكري صادق 23، هو 5-mbidrain لاكتون غير مشبع مثل جدارس. خلصنا اول نوع اللي هو الكاردينوليد، بس نجي على الاوفانوليد، هذا 24 ضفنا السداسي unsaturated لاكتون مثل السكول، نجي نحسبهن 1 2 3 4 5 6 7 7 ذرات ضفنا لها زائد 17 24 في سي 24. خلصنا منين؟ من الكاردينوليد اللي هو ديجيتالس مثل ديجيتالس، والبوفانولد اللي هو السكول. بس نجعل من نجعله ايش استخدم الكادر اكتيف؟ ايش استخدم بيه ولا استفاد بيهن؟ يقول لك يعالجني فشل القلب وامراض القلب، ويعالجني الضعف بالضخ مالت القلب اللي هو الارثيميا ضعف نبضات القلب، انه هو يزيد التون فيعالج هالمشكله، يعالج انه مشكله مال هارت فيلير فشل القلب. ياهو اهم نبات اللي هو الجدرس بربورا اللي هو هاي نوع من النباتات، يقول لك هو نوع من الجينس جدرس فاملس سكرو فلو ريشيا او سكرو فلو ريسيا نفس الشيء، تكون توزع باليوروب والنورث امريكا. نعيد هالسلايد، شنو استخدامات الكارديو جلوكوسايد؟ اول شيء يعالج لي فشل القلب، ثاني شيء يعالج ضعف نبضات القلب اللي هو الارثيميا ها. مثل من جدرس بربورا، اذا عباره عن نوع من النباتات من الفاميلي السكرو فلوريسيا او السكرو فلوريشيا نفس الشيء باليوروب والنورث امريكا. هسه نجي على شنو المواد الكيميائيه الاكتيف داخل جدرس بربورا النبات. عندك اول شيء كل نيترون على جنين جزيء لا غير سكري، هذا غير سكري نون شوغر، يا راح يتغير جزيء سكري اللي هو تجي توكس والبيت توكسي والجلا تشو قلت له عيد اللي يحصل على جنين جزيء غير سكري راح يتغير. شنو يتغير؟ جزيء سكري اللي هو تجي توكس والجي توكسي وال قلت له هسه نجي على من خلصنا من المواد داخل الديجيتالس البورة، هسه نجي على نوع ثاني من الديجيتالس اللي هو ديجيتالس لاناتا. هذا النوع من النباتات يكون هاي توكسيك جدا سمي، حتى الكمية صغيرة منه ممكن يسوي قاتل للأطفال. ديسلاناتا هو نبات سمي، حتى كمية صغيرة جدا من الأدية يمكن تقاتل الأطفال. شنو سبب هاي السمية؟ عندنا مركبين اللي هم نفس الشيء جينين ظني غير سكري، خلاص أنا من كلها على جينين غير سكري اللي هو الديكوكسي الدي جو سي ديكوكسي، وأما الدي جينيت اللي مهمات دي اوكسي جينين ودي جينيت جينين او جينين، هذول اسم المركبات. عيد لاناتا هي عبارة عن نبات يكون سمي، حتى كمية صغيرة من الأدية يمكن يكون قاتل للأطفال. أدية بسبب هاي المركبين يكون سمي اللي هو الدي جي توكسي جينين والجينيت والدي جينيت جينين اللي هو هذين المركبين نحفظ اسمهن المسؤولات عن السمية مالت اللاناتا. بس نجي من نجي عليه نبات ثاني اسمه النيروم اولندر، ايش استخدم بيه؟ استخدم بيه البارك لو الجزء الفعال يكون بيه البارك. يقول لك هو نبات دائم الخضر او شجره صغيره، ايش اسم العائله مالته؟ الابو سي نيسيا والابو سي نيشيا، الاسماء الفاميلي يكون مهم. الاولندر هذا هو عبارة عن توكسيك كارديو جلوكوسايد، الأولندر هذا هو يكون مسؤول الأول على السمية. يعني نيروم أولندر
شنو مسؤول عن سميته؟ اللي هو الأوندر من اسمه يعني، واسم العائلة مالته الأبوسينيسيا. هاي المهم بهذا السلايد، تحفظون اسم النبات وان العائلة وشنو المسؤول عن السمية اللي هو الأوندر، أوندري والأوندر المسؤول عن السمية داخل داخل جسم الإنسان. هسه نجي على النبات القبل الأخير اللي هو السكور، هو النبات الأخير السكور. السكور عندنا نوعين، عندنا وايت وعندنا ريد. هسه جينا نرجع على الوايت، يجيك الوايت هو يعتبر من الكت ودرايد بلب. البلب هاشي هاي من عائلة البصل، بصل هو اسمه بلب. شو اسم النبات؟ يوغيريا مارتين. اسم النبات يوغيريا مارتين. اسم العائلة ليليسيا أو ليليشيا. عيد هو عندنا نوعين، أبيض وأحمر. الأبيض هو جاي منين؟ جاي من الكات ودراي اللي هو القطع ومجفف من البلب من البصل، مثل اليوغيريا مار تيم. هسه نجي على من؟ نجي على العائله مال الليشيا، مو على السكول العائله بس. يقول لك هسه استخدمهن من مقشعات الاكسبكتورت، مقشعات، وايضا استخدمها امبتك اللي هي المقيئات، وزيد لفعاليه القلب، ومدررات للبول، مدررات اليورين يعني. اي شنو المركبات مالتها؟ اللي هو السيدرين هو المسؤول عن من؟ مسؤول عن هذا الشغل اللي هو المقشع والمقيئ والزيت فعالية القلب واليوريك اكشن اللي هو المدرر مال اليورين. رايت هاي سلايد. السكور عندنا نوعين، وايت و ريد. الوايت يكون مسؤول من كات ودرايد، انه مقطع ومجفف من اليوغيريا مارتيم اعلى ليليسيا. هاي الآلة لها استخدامات، أما تكون مقشع، أما تكون مقيئ، أما تكون زيت فعالية القلب، أما زيت فعالية المدرر مالت اليورين. يا المركب الفعال مالته اللي هو السيدرين. نجي من نسمي نجعل ريد سكويل. الريد سكويل ايش راح يكون؟ هو عبارة عن قاتل أو قاتل للقوارض. هو قاتل للقوارض. فيديو بدك. هو عبارة عن كاردييك جيكوسايد، جاي مهم من اليوغر مارتيمة، ذاك مارتيم هذا مارتيمة، الفرق بيناتهم. هو الى ليميت يوز، استخدامات محدودة. ليش؟ ان هو فري توكسيك، جدا سمي، فيستخدموه لقتل الحيوانات، قتل القوارض. اي تعرف هذا هاي الراديوتونيك اللي هي شنو؟ عبارة عن كيميكال، مواد كيميائية تصنع وتباع على مود قتل القوارض. واسم الثاني اللي هو الرات بويزن، ويستخدم اقتل الفئران والسراجب والارانب والاي شيء قوارض. عيد الريسكول هي عباره عن سم للقوارض، هو عباره عن كاردييك جيكوسايد، استخداماته محدوده لان هو جدا سمي. هو عباره عن مواد كيميائيه اصنعها انا وابيعها على مود اقتل القوارض مثل الرات والمايس والسكول اللي هو السنجاب. هسه نحكي مراجعة بسيطة شلون ممكن يجيك الأسئلة داخل هاي المادة. شوفوا هنا المهم هالسلايد انه التعريف هذا، ومن الحلل بالماء الشطيني. هاي المهمات هالسلايد ممكن يجينا الأسئلة. هنا الفوائد كلها مهمة، والأنواع مالت الروابط كلها مهمة. نجي على الصفات الفيزيائية، أهم شي بيها تحفظون مال الأنثروكوينين ريد، هذا تحفظونه، ويتفاعل وين مولش والفونيك ريأكشن ورا التحليل، ورا هاي أهم شي ورا ما احلله بالماء. ويذوب لي بس بالبولر، ما يذوب لي بالان بولر، واغلب الاحيان راح يسوي له اسيد. احنا قلنا هذا في اوتش في حل الاسيد. هاي تحفظون انه حسب شنو؟ حسب النون شوجر بارت، وتحفظون الاستخدامات العشره كلها. نجي عليه هاي السلايد، تحفظون انه استخداماته اللي هو زيد التون والاكسبيلتي والكونتراكتبيلتي اللي هي التوصيل والفعاليه، ويكي يحتوي لوين لو 2 لو 3 مونوشكرايد. وتحفظوا لي هذا الاسم اللي سايكلوبنتا في نيثرين، اسم مالتك جدا مهم. وهنا تحفظوا لي انه الالمنت اقدر اضيف على الاس 3 والسبوت 10، اضيف الالكترون، واذا ما اضيف له جزء سكري ما راح يصير صغير فعال ابد. وإذا أريد أزيد الفعالية كلش أضيف له OH، نقل من وسط الميد حامضي، فيصير هذا قاعدي ويذوب بسرعة. وستو ترانس اي بي يكون سيس، اي سي يكون ترانس، سي دي يكون سيس، جدا مهمة.
قلنا لك ليكون مسؤول عن المسؤول عن الامتصاص والتوزيع داخل الجسم، ما له اي وظيفه علاجيه. وهي الامثله الثلاثه تحفظوها. نجي هسه قلنا عندنا نوعين، كاردينو سي 23 نظيف خماسي اللي هو ثلج درس، اما البوفا اللي هو ال 24 نظيف سداسي اللي هو السكوى. شنو وظيفته؟ انه يعالج لي فشل القلب والارثيريا اللي هو فشل بانتظام نبضات القلب، اللي هو نبضات القلب تكون غير منتظمه. والنبات هات فضوليه بس البربوره مهمه. هاي السلايد جسر هاي الثلاث علاجات تحفظوها مهمه. يمكن يجيب لك شنو العلاجات داخل البربوره ويجيب لك ثلاثتين ويجيب لك رابع غلط، فلازم تحفظهن انت. وراها اللاناتا تحفظوها انه تختلف عن ذيش، ان تكون سميه عن طريق ضمن مركبين، بس هذا المهم بيها. واما نجي على النيرون تحفظون بيها بس الاسم والعائله والاولندر يكون سمي. يجي سايا السكويل نوعين قلنا، الوايت يكون مسؤول عن الدركات والدرايد بلب، والعائله ركزوا مو السكويل احكي بس العائله، عائله لها استخدامات مقشعات ومقيئات للقلب ولليورين. وهذا جدا مهم اللي هو السيرين المركب الفعال مالته، ودرس سكويل استخدمه قاتل للقوارض. وبيتكون كمان نهاية المحاضرة. شكرا.